بليس، هذا التطبيق الجديد اللي يعني قد يكون جيلنا أو الجيل مش الجديد يعني اللي قبله هو مهتم فيه، بحكم إنه بيعد إنه ما فيش إعلانات، ما فيش مدري إيه وبساطة وكذا. طب هل هذا منطقي وواقعي رح يكون، ولا رح يكون فقط للإعلانات الآن لجذب الجماهير وبعدين عاد رح نشوف الحاجات دي الإعلانات وممكن كمان ندفع الاشتراك؟ إيش رأيك أنت؟ نعم، هم بالبداية دائما يسووا كذا وبعدين يجيبوا الإعلانات ويجيبوا الأمور حقت البزنس حقتهم. وأيضا لما نتكلم على نو بليس بالذات انه قاعد يلعب على موضوع النوستالجيا، وانه نفس المنصات القديمه اللي كنا موجودين عندها زي نو سبيس وايضا تويتر، نعرف انه النوستالجيا هذه واللعب على وتر الذكريات تكون فقط مقيده بفئه محدده من الجمهور، فبالتالي انه ينتشر بشكل جدا اكبر مقيد على هذه الفئه من الجمهور. والامر في العاده يكون انه عمل مجموعات كوميونيتيز مصغره، مجموعات المصغره هذه تكون تخدم نفس رواد هذه المنصه، فما يكون الاستخدام باستخدام عام ضخم، كون انه الحين نو بليس ما قاعده تسوي يعني نقول استبدال لمنصه مشهوره حسب الاحتياج حقت اللي الناس اللي يستخدموها، فاشوف انه زيها زي اي منصه تطلع تنشهر بوقت جدا بسيط وبعدين